مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الرابح. اليوم احنا موجودين في مدينة رام الله، رح نتجول فيها نتعرف على المواطنين المتواجدين، وبطبيعة الحال اكيد رح يكون معنا كثير من الرابحين لهذا اليوم بجوائز مقدمة من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. خليكم معنا لنشوف مين رح يكون الرابح معنا لليوم. مرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في مدينة رام الله، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليه محمد أبو يزن. محمد أبو يزن. أبو يزن اسم العيلة ولا أنت ملقب أبو يزن؟ ملقب هيك من دار نصر الله. عندك ولد يعني؟ لا بس أبو يزن. المهم تعرف على حالك أبو يزن. طيب أبو يزن مش موجود، شو مشكلة لسه بدي يجي وين معطرين؟ إن شاء الله بيجي على خير. آمين. طيب شو بتسوي بالسوق؟ انا والله بقيت عندي مشوار، احنا سوينا مشوار وخلصته بلا فلف قاعد. الله يعطيك العافيه. طيب احنا برنامج الرابح من جينا نطلع شب في المستشفى، فتفاجئنا انه مش في المستشفى، شغط له هاي هو عمل حادث، رحت اقدم له هاي هديه، رجله انكسرت فما لقيناهوش. يعني اموره كويسه ها؟ صار وين رحنا على المستشفى مش غلط. متخفي يعني ولا شارد؟ سألنا عنه بقول لك مروح الزلمه. يلا يا سيدي الحمد لله على سلامته. طيب بدي أسألك سؤال، لو جاوبت عليه إجابة صحيحة بدي ربحك جهاز كهربائي، تمام؟ وإذا جاوبت عليه غلط رح أعطيك صندوق بافاريا. بتشرب بافاريا؟ بشرب. ممتاز. السؤال هو شيء بحميك بالصيف وفي الخريف بيطعميك وبالشتاء بيدفيك، إيش هو؟ شجرة. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح. بس بدي اسالك سؤال ثاني. انا قلت سؤال واحد اجي بجيب. طيب طائر يلد ولا يبيض ما هو؟ يلد ولا يبيض. طائر يلد ولا يبيض. صقر. لا منطق برضه، صقر وهيبه يلد وبالاخر يلد. البطريق. لا مش عارف. طائر يلد ولا يبيض. يلد ولا يبيض. انا مش عارف. انت تخليت عنه من الاول. تعال يا عم بالك انا ربحت انا وياك. تعال تعال نص بنص. طائر يلد ولا يبيض. ماش ببيض قبل هيك طبشت له بيضاته. ماله الغول. لحظة شو مال الخفاش؟ ببيض قبل هيك طبشت له البيضات تاعونه. للخفاش. انت طبشت بيضات البيض تبع الخفاش فوق هذا فوق الحيط، حاط بيض في مخزن. مش مزبوط على فكره، اجابتها صح. الخفاش صح، يعتبر من الثدييات. لا على كل حال احنا بنربحك وبنسالك هلا السؤال. الوطوات طبعا مو نفس الخفاش. شو الوطوات ولا هو شو بيختلف عن بعض؟ طيب انا سالت نول سؤال جابت صح وانت الثاني صح. يلا لا انت بنسالك هلا، جيبوا لنا جهاز كهربائي يا شباب بعينكم الله. شو بتحكي لشركه بافاريا؟ الله يعطيهم يا رب احسن من كل شيء ويرزقهم يا الله. شكرا. تفضل جائزتك. نرحب بكم من جديد مشاهدينا، ونواصل وإياكم حلقتنا لليوم من مدينة رام الله، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليك. تيسير راتب مناصرة من دير دبوان. أهلا وسهلا فيك. شو بتسوي بالسوق اليوم؟ والله بأفر بتحوج. الأسعار يعني منيحة. منيحة أهون من قبل. بحكي لك الزيت نزل سعره. الزيت نزل سعره نعم صحيح، في شغلات نزل سعرها بس الخضرة غالية مع الأسف. مع الأسف الحمد لله رب العالمين. على كل حال احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. بتعرف البافاريا؟ بعرف البافاريا ودائما بشرب بافاريا لأنه معي حصوة. ايوه. وبتعرف كدش منيح ماء الشعير للجسم؟ نعم صحيح. ممتاز. طيب بدنا نسألك سؤال، في حال اجبت على إجابة صحيحة بدنا نربحك جهاز كهربائي، في حال أخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا العبوة الجديدة عبوة اللتر. تمام؟ تمام. كيف معلوماتك؟ يعني ده حذرك حذورة. تمام؟ تمام. إشي بنضربه بدون سبب، تمام؟ وبيطير بدون جناح وبتسبب بالحزن والفرح، إيش هو؟ بطير؟ بنضربه بدون سبب، تمام؟ وبيطير بدون جناح
وبتسبب بالحزن والفرح، ايش هو؟ فيش خيارات؟ لا الألم؟ القلم؟ الألم. الألم؟ يعني نضرب الألم وبطير بدون جناح؟ الوجع. لا حاول ترجم الإجابة هيك قصدي. في السؤال تاني؟ استسلمت خلاص؟ أعطيك صندوق بافاريا؟ خلاص بتموت. أحلى صندوق لعيونك، شكرا لك ويعطيك ألف عافية. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في مدينة رام الله، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليك. ناصر أبو دهوك. من وين؟ سكان بيرن لبينا. أهلا وسهلا. شو بتسوي بالسوق؟ جاي أتحوج. كل جاي يتحوج اليوم؟ آه. موظف حكومي؟ لا إسرائيلي. أيوة في الداخل. كيف شايف الأوضاع؟ الحمد لله كويس الأوضاع. والأسعار؟ كل شيء تمام إن شاء الله، يا رب دائما بكون تمام. إحنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. تعرف البافاريا؟ بعرفها، بشربها يوم يوم البافاريا. ممتاز. شفت عبوة اللتر، العبوة الجديدة؟ لا اليوم نعرفك عليها. تمام، بدي أسألك سؤال، في حال أجبت عليه إجابة صحيحة رح ربحك جهاز كهربائي، في حال أخطأت رح أعطيك صندوق بافاريا عبوة اللتر. تمام؟ لا خلينا على الجهاز. بدك الجهاز، بدك تجاوب صح. تمام؟ السؤال هو: شيء يمكنه المشي والوقوف ولكن لا يملك أرجل، فما هو؟ ليش نهدت؟ السيارة؟ لا. الجمل؟ لا، إله أرجل. إشي بيمشي بدون رجل. العصفور؟ عنده إجرين صح؟ شو في أول حرف فيه؟ ألف. الإيد؟ لا. الكركعة؟ سين. سين؟ ساعة؟ يا عيني عليك، الساعة هي الإجابة الصحيحة، وربحت معنا جهاز كهربائي مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. شو بتحب تحكي لهم؟ كل احترام لهم، والله يقوي هالشركة هاي، والله بعطيها. شكرا لإلك، ألف مبروك. إذا بتحبوا كل سبت سيراجوا معاكم. وين ما بدكم، على الموت يعني. الله يسعدك، ما بتكسر. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في مدينة رام الله، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليه. حسام النوباني. أهلا وسهلا. من وين؟ مزارع النوباني. وشو بتعمل بالسوق اليوم؟ يعني حسب الوضع، الشغل على الأغلب. الله يعطيك الصحة والعافية. كيف شايف الأجواء؟ والله نور الدنيا. متنا. متنا، كل سنة أحمى من سنة. ذبحنا الحر. طيب، على كل حال إحنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. بتشرب بافاريا؟ طبعا. شو أكثر نكهة؟ تفاح. شفت العبوة الجديدة، عبوة الليتر؟ شفت دعايتها بس ما جربتها. لا الصراحة ما جربت. اليوم بدك تجربها. تمام، بدنا نسألك سؤال، أو هي حزورة بالأغلب، إذا جاوبت عليها إجابة صحيحة رح أربحك جهاز كهربائي، في حال أخطأت بدي أعطيك صندوق بافاريا تفاح، العبوة الجديدة، عبوة اللتر. تمام؟ تمام. كيف إحنا معك؟ والله تمام 100%. طيب السؤال هو: إشي لما بتشتريه بيكون لونه أسود وما بتستخدمه إلا لما يصير لونه أحمر، إيش هو؟ إشي بتشتريه بيكون لونه أسود ما بتستخدمه إلا لما يكون لونه أحمر. يعني بنشرب؟ لا ما بنشرب. لا ولا بتاكل. بنتكع؟ ولا بنتكع. صراحة إشي بتشتريه بيكون لونه أسود ما بتبلش تستخدمه إلا لما يصير لونه أحمر. مش عارف الصراحة. مش عارف. صندوق بافاريا، ما منزعل حدا، ألف مبروك. أصلاً بحب البافاريا. طبعاً نحب كمان أنك تجرب عبوة اللتر وتعطينا فيدباك شو رأيك فيها. تمام؟ شكراً لإلك، ألف مبروك. الله يبارك فيك. نرحب
برحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم حلقتنا لليوم من مدينة رام الله، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليه محمد روحي. أهلا وسهلا، من وين؟ من الرام. من الرام، شو بتعمل برام الله؟ جاي أتحوج أغراض، أشتري شوية أغراض البيت. ما في سوق بالرام؟ في، بس رام الله بكون يعني أرخص شوي، شيء أهون من إشي. والله الأزمات بين الرام ورام الله متعبة. المشكلة أزمة كفر عقبة وكلنديا، ويل عليكم. وين الله شنو نعمل؟ على كل حال، احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. بتعرف البافاريا؟ أكيد طبعا. ممتاز، مميز يعني مفضل. شفت عبوت اللتر؟ أكيد. ممتاز. بدنا نسألك سؤال، في حال أجبت على إجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، في حال أخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا عبوت اللتر. تمام؟ أتوكل على الله. كيف معلوماتك العامة؟ إن شاء الله تكون جيدة. طيب، شيء موجود في وسط باريس، ما هو؟ حرف الراء. صح؟ توقعت تحكي لي برج إيفل زي كل الناس. جابتك صح وربحت معنا صندوق، عفوا جهاز كهربائي. شو بتحب تحكي لشركة بافاريا؟ بقول لهم شكرا لكم ومزيد من التقدم إن شاء الله، وعبوة اللتر إن شاء الله بتجيبوا طعم غير التفاح. لا، موجود الرمان. رمان أو إشي تاني. نزل على السوق. بس بدور إشي تاني. شكرا لكم جزيلا. يعطيك العافية. نواصل وإياكم مشاهدينا حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في مدينة رام الله، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليه. موسى محمد إبراهيم تميم. هلا وسهلا فيك، من وين؟ من رام الله. شو بتسوي بالسوق؟ متبضع. كل بتبضع اليوم؟ معطل يعني؟ معطل. واليوم الكل بيستغل يوم السبت عشان يشتري ويتبضع في رام الله. كيف الأسعار؟ والله في أشياء غالية وفي أشياء متوسطة، يعني في منوع الأسعار. بحكي لك الزيت نزل سعره كويس. إذا الأسعار عقبال الباكي. عقبال الباكي صح. طيب، احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. بتعرف البافاريا؟ نعم. شربها؟ قليل يعني، مش كثير. مين بشربها بالعيلة عنده؟ الولد عندي بشربها. ولد؟ بدي أسألك سؤال، لو جاوبت على إجابة صحيحة رح أربحك جهاز كهربائي، في حال أخطأت بدي أعطيك صندوق بافاريا للولد يكيف عليه اليوم. شو رأيك؟ كيف معلوماتك العامة؟ يعني طيب، بدي أعطيك حذيرة أنا. تمام. شيء يدخله الماء ولا يبتل، فما هو؟ الإنسان يعني؟ إذا دخلنا الماء بننبل. طيب، في خيارات؟ أعطيني خيارات. ما في خيارات. لا. شيء يدخله أو يدخل الماء ولا يبتل. خلاص استسلم، نعطيك صندوق بافاريا للولد. مش عارف. أحلى صندوق بافاريا، شكرا لك ويعطيك ألف عافية. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في مدينة رام الله، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليك. محمد. أهلا وسهلا، من وين؟ من هام خيم خضورة. شو بتسوي بالسوق؟ ولا شيء، بطلع. طالع. طالع الطش. كيف شايف الوضع؟ يعني منيح. يلا كويس. احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. بدي أسألك سؤال، لو جاوبت على إجابة صحيحة رح أربحك جهاز كهربائي، في حال أخطأت رح أعطيك صندوق بافاريا تفاح تجربه. تمام؟ السؤال هو، ما هو الحيوان المائي الذي له ثلاثة قلوب؟
فيش خيارات؟ لا سهل جدا. تمساح؟ لا. ثلاث قلوب السمك؟ يعني هذا أسهل سؤال ممكن أعطيك إياه. حيوان مائي عنده ثلاث قلوب. شو هو القرد اللي بالبحر مالوش عظم؟ شو هو القرد اللي بالبحر اللي مالوش عظم؟ ما هو الحيوان المائي الذي أعطيك خيارين؟ طيب الخيارات هي نعطي خيارات نساعده. يلا السمك أو قنديل البحر أو الأخطبوط. قنديل الأخطبوط. أخطبوط نعتمد. اعتمد توكل على الله. اعتمد ولا توكل. اعتمد وتوكل على الله زي ما قال لك. اعتمدين. جواب الأخطبوط صح. طب كم دماغ يمتلك الأخطبوط؟ إيش جالس؟ أصف في سدمة. لا برضو مش ثلاث. هو يمتلك ثلاث قلوب ولكنه يمتلك تسع أدمغة. كل ذراع فيه دماغ ودماغ مركزي بالرأس. كيف هالمعلومة؟ حلو إنك تتعلم وتعرف صح؟ على كل حال هاي أحلى جهاز كهربائي منا لإلك، وكمان بنحب إنك تجرب البافارية تمام؟ العبوة الجديدة. شكرا لإلك ويعطيك العافية. مبارك اسم المصدر. بكم من جديد مشاهدينا، ونواصل وإياكم حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في مدينة رام الله، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليك. ورد محمد. إيش اسمك؟ ورد محمد. ورد. إيش ورد؟ والله حلو اسمك. تسلمي. مين سماك ورد؟ ستة الله يرحمها. تعيش. والله اسم حلو، مزوكة ستك الله يرحمها. على كل حال انت حكيت لي وانت جاي انه انت بتشوفنا. مزبوط، كل يوم بشاهدكم على التلفاز. يا عيني عليك. طيب احنا برنامج الرابح، صرت انت اكيد عارف بما انك بتحضرنا، شبكة بلدنا الاعلامية وشركة ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. تشرب بافاريا؟ لا والله. ليش؟ لان انا صغير وابوي بس بشرب. قديش عمرك انت؟ انا عمري 14 سنة. طيب شوف علي، بدنا نسألك سؤال، إذا جاوبت عليه صح بدي أعطيك جهاز كهربائي، إذا جاوبت عليه غلط بدي أعطيك صندوق بافاريا للوالد تروح له إياه تمام، بما أنه بيشربها. تمام. بما أنك لسه صغير، كيف معلوماتك العامة؟ منيح الحمد لله. طيب إشي أنت بتحمله وهو بيحملك في نفس الوقت، إيش هو؟ إشي أنا بحمله وهو بيحملنا في نفس الوقت، هو إلى جرين ولا لا؟ لا. خلاص استسلمت، نعطيك صندوق بافاريا. عارف. بسيطة. أحلى صندوق بافاريا لعيونك. تغير يعني تغير السؤال؟ لا والله بزبط. أشرح أعطيك صندوق بافاريا تروح للبابا وتحكي له شو رأيك في هالصندوق اللي ربحت لك إياه تمام؟ شكرا لك ويعطيك العافية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم حلقتنا لليوم من مدينة رام الله، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليه. محمود سليمان من بيت عور رام الله. أهلا وسهلا فيك. شو بتسوي بالسوق؟ والله بشتغل هون. أنا بتشتغل هون. الله يعطيك الصحة والعافية. كيف شايف الأجواء اليوم؟ والله تمام منيح، ويعني التالة صيفية والجو منيح الحمد لله. هلا بلشت تبرد، والله الظهر كانت نار. يعني أصلح من الظهر شوي. هذا يكون بالعون. طيب إحنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. بتعرف البافاريا؟ أكيد. شربها؟ أكيد. شفت عبوت الليتر؟ لا والله جديد. أين من نعرفك عليها اليوم؟ تمام؟ شكرا. لأنه بدي أعطيك مجموعة بطاقات تحذر شو المثل، وإذا جاوبت صح رح نعطيك ساعة يد، إذا جاوبت غلط رح نعطيك صندوق بافاريا العبوة الجديدة تمام؟ تمام أوكي. اختار. أي هي.
خلينا نلف على الكاميرا بس لو سمحت. طيب صعب، مش مارك علي. مارك عليك. تلعب كلمات كراش؟ لا والله. لف عليهم مثل. احكي شر البليه بيضا. شر البليه شو رأيك؟ تمام منيح. شر البلية ما يضحك؟ شر البلية ما يضحك. هي بلية بس يعني احنا ملهاش صورة ثانية نحطها. بس احسنت، اجابة صحيحة وربحت معنا ساعة يد مقدمة من شركة ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. شو بتحب تحكي لهم؟ شكرا. شو بس بدي اعطيك كمان، انا بما انك ما جربت العبوة الجديدة تجربها. تمام، شكرا لك، يعطيك العافية. نرحب بكم من جديد مشاهدينا ونواصل وإياكم حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في مدينة رام الله، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليك. عماد الخطيب. من وين؟ من سكان بتين حاليا، أصل جمالة. أصل من وين؟ جمالة. جمالة. جمالة وين؟ درامور. درامور. كله بعطيني اسم قرى وأنا مش عارف القرى برام الله. على كل حال أهلا وسهلا فيك درامور. طيب احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. بتشرب بافاريا؟ لا والله. كيف نربحك إذا هيك؟ مثل يشربها. أيوة هذا اللي بدي أسمعه، بده يصير يشربها. بدي أسألك سؤال، في حال أجبت عليه إجابة صحيحة رح ربحك جهاز كهربائي، في حال أخطأت بدك تأخذ صندوق بافاريا عشان تصير تشربها. تمام؟ يعني عشقتين ربح لي. 100%. تزعلش. أين يقع الجسر الوحيد الذي يربط بين قارتين؟ الجسر الوحيد أين يقع بين قارتين؟ قارتين مش قريتين. قارتين. طب أعطيني اسم الكرة. سهل جدا الجواب. شو منتصر؟ مش بالأردن. لا، هي الأردن كلها بقارة واحدة. أنا عارفين أوروبا. لا ما أعرف. خلاص تأخذ صندوق بافاريا وتنسحب. مصر. لا وين مصر؟ لا فيش والله إجابة. طيب أحلى صندوق بافاريا لعيونك. بافاريا تفاح العبوة الجديدة، بنحب أنك تصير تشربها وتجرب كمان العبوة هاي لأنه أكيد رح تعجبك إذا حطيتها بالثلاجة. شكرا لك ويعطيك العافية. الله يعافيك، يعطيك العافية. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام ونواصل وإياكم حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في رام الله، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليك. حيدا حسن، دور الكرع من أيمن. أهلا وسهلا. من وين بس؟ دور القرع. دور الكرع رام الله. وين موجودة؟ دور الكرع بعد مخيم الجلزون تقريبا. والله في كثير مناطق برام الله طلعت ما بعرفها، أنا تعرفت عليها عندكم. والله شو الدعوة، تعرف شايفة؟ طيب كم عدد سكانها؟ سكانها حوالي 8000 هيك شيء. يعني قرية صغيرة. قرية صغيرة فيها بس تشرب عيون، بجنين عيون. النبع، نشرب من النبع احنا. والله لازم نزورها. نبعات يعني مجموعة نبع، عندنا كثير نبع. يعني عندكم اكتفاء ذاتي بالمي. طبعا 100%. في الزراعة؟ كان زمان يزرع، كنت اشي قليل بزرع لانها بطل يروح على زي ما تقول الحواكير جنب العين، فبطل يزرعوهم الكبار. لما راح الكبار الصغار دي مش يزرعوا. الكيس صار شيء قليل يعني يزرع، اللي عند داره مثلا اللي لها في ساحه مي في ارضه صار يزرع. هلا طالما في توجه للحروب في دول العالم لازم نرجع للزراعه لانه صح 100%. على كل حال تفضلي خليني اعرفك فينا. احنا برنامج الرابح من شبكه بلدنا الاعلاميه وشركه ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. بتعرفي البافاريا؟ سهلا. بسمع فبشرب جوزي بجيب لي، لكن انت بشرب بافاريا. جاب كنينه اللتر ولا لا؟ لا لتر لا. هاي لا الصغيره. ما شاف اللتر يعني. اليوم بدنا نعرفكم عليه. على كل حال احنا طبعا رح بدي اسالك سؤال او هي حزيره بالاغلب. اذا جاوبتي اجابه صحيحه رح ربحك جهاز كهربائي، واذا جاوبتي غلط بدنا نعطيك صندوق بافاريا عبوه اللتر للحج اليوم يتمسى فيها. تمام ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كيف عليها. طيب السؤال هو، إشي ما بنحب نلبسه تمام،
وفي حال لبسناه ما بنشوفه. كفن. ايش هو؟ الكفن. الكفن هاي على السريع يعني. سريع الكفن طبعا ما بنحب نلبسه حبيبتي. الله يبعده عنا وعنا. امين حبيبتي. الله يسعدك. ما ببعدش عن حدا حبيبتي. هذا الاعمار بيد الله. على كل حال اجابتك صح وربحتي معنا جهاز كهربائي مقدم من شركه ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. شكرا لكم. شكرا لكم. بارك الله فيكم. الف مبروك. و ابنك بحر عليه شوف يربح ولا لا. لا ربحت والله. عرفت الجواب على السريع ما شاء الله على هالحجه. الله يسعدك حبيبتي. تسلمي حبيبتي. الله يعطيك الصحه يا ربك. إلى هنا مشاهدينا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج الرابح. شكرا لكم على طيب وحسن المتابعة. ما تنسوا تشوفونا بحلقة جديدة. إلى اللقاء.